أنا فين؟ أنت معانا يا فرح، قولي لي حاسة بإيه؟ أنا إزاي هنا؟ بعد ما فقدتي الوعي، رامي طار ودور عليكي لحد ما لقاكي، جابك هنا وعملنا لك شوية إسعافات بسيطة. أيوة افتكرت. يا خبر، ده النهار بيطلع، إحنا اتأخرنا وشكلنا مش هنعرف نلاقي سامر. ما تخافيش، أنا بتابع كل التحركات بالأمر الصناعي والصور بتوصلنا أول بأول. وصلوا لفين؟ التلات شاحنات نزلوا الناس في كوخ قريب من البحر، وفي سفينة بتقرب جاية. لما شفنا صور المراكب الصغيرة على السفينة خمنا إن الناس بينقلوهم من الشط للسفينة على مراحل عن طريق المركبين. ده آخر تحديث، أول دفعة من المسافرين بدأت تتحرك. ليه ما تدخلناش لحد دلوقتي؟ مستنين القبطان يظهر، لو ظهرنا في الصورة ممكن حد يحذره ما يجيش. حد شاف سامر؟ لسه للأسف. أنا اتخلصت من أثر الطاقة السلبية ودلوقتي أقدر أشارك معاكم. لحظة واحدة، في عربية بتقرب. ده أكيد القبطان، هتأكد وأبلغكم. ألو، المسافرين وصلوا؟ الستين مسافر كلهم؟ طيب طيب، عال العال، خطتنا ماشية حسب المعدل الزمني اللي رسمناه. ممكن على نص ساعة السفينة تتحرك في طريقها لليونان. القبطان، مش كده؟ انت مين؟ وازاي قدرت تطير كده؟ خلينا نتفق ان انا اللي هسأل وانت اللي هتجاوب. بأي سلطة؟ انا مواطن ومفيش حد له سلطة يستجوبني. الا لو كنت بتهدد الارواح بالخطر. حديثنا انتهى يا شاطر، اتفضل. لا، لسه ما انتهتش. لو فاكرين انكم هتستجوبوني تبقوا غلطانين، لان مفيش قوة في العالم هتجبرنا اتكلم الا قوة واحدة وهي الغبار السحري. ايه ده؟ ايه اللي رشتيه فوق ده؟ ده اللي هيخليك تجاوب بصدق على اسئلتنا. فين سامر؟ سامر مين؟ واحد من الناس اللي استعانت بيك عشان تهاجر بطريقة غير شرعية. ما اعرفش اسميهم. نور، انا على الشط وشفت الناس المسافرين كلهم وسامر مش معاهم. مش قلتلكوا معرفوش؟ اكيد في حد من المساعدين بتوعك يعرفهم. المساعدين على السفينة واول مرة يشوفوا المسافرين كمان دايق. انت اكيد بتحتفظ بصور باسبورات الناس اللي بتهربهم. ايوه، صور في شنطتي في العربية. باسبور سامر، بينا ننقذه. سامر اتحرك في الرحلة اللي فاتت مش الرحلة دي، احنا اتأخرنا قوي. الرحلة اللي فاتت اتحركت امتى؟ من 6 ساعات، وبسرعة سفينة متوسطة الحجم زمانهم وصلوا المية الدولية من 3 ساعات. الو، ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه؟ صوتك مش واضح. المركب بتغرق؟ آه، يا خرب بيتك يا قبطان. مركب ايه اللي بتغرق؟ اللي فيها سامر؟ أيوة، وهم في طريقهم لليونان. لازم نتحرك وننقذ الناس. هنحدد مكانهم ازاي؟ بتحديد المكان اللي جات منه المكالمة الأخيرة. عبقري. ساعدتم سامر؟ عن جد؟ أيوة بجد، لحقناه هو والناس اللي معاه بأعجوبة قبل ما مركبهم تغرق. احكيلي شو اللي صار؟ اتحركنا أنا ورامي وفرحة وزهرة وطرنا بطيارة رامي. حددنا مكان المركب اللي بتغرق. كان لازم نتحرك بسرعة لأن برودة المية في الوقت ده من اليوم هتكون مميتة. وصلنا موقع المركب ونقلنا المسافرين كلهم في طيارة رامي وأخدناهم للشط، وساعدنا صديقنا الضابط نزار في نقلهم للمستشفى. هو سامر حالته خطرة؟ لا، هو طبيعي خالص، ده إجراء روتيني وتقدري تقابليه كمان ساعة. أستأذنكم، عندي مهمة مستعجلة. سامر، أنا اشتقتلك،
كنت خايفة عليك كتير. الحمد لله أجت سليمة. عزريني، فكرت أني أسافر أوروبا وبعدين أبعت لك أخذك أول ما أستقر. على الأقل رح تكون أحسن من عيشتنا بالمخيم. بس من اليوم ببقى في مخيم. أنا حكيت مع الضابط نزار وعرف أني أنا مهندس مدني، فعرض علي أني أشتغل معه بالمكتب الهندسي اللي هو لأخوه، ومن الراتب تبعه رح نقدر ندفع أجار بيتنا الجديد ونبلش حياتنا. عن جد؟ إيه عن جد، من اليوم رح نسكن ببيتنا الجديد. شكرا على مساعدتكم يا أصدقائي. إحنا في الخدمة دايما. البلد من أبوابها لا 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 لا. أنا بلدي عمري ما أسيبها، لو مالت كتفي سندها، لو قامت إيدي في إيديها أنقش أراضيها وراضيها، وبإيدي أكشف خيرها.